أهلا وسهلا فيكم في الحلقة رقم 9 من الطريق إلى كندا. هاي حلقة إلكو، وهذا البرنامج كله عم بعمله عشان تقدروا تستفيدوا، تعرفوا كيف توصلوا على كندا. تابعوا الحلقات اللي راحت، الحلقات اللي جاي استنوها، عشان هيك اعملوا سبسكريبشن، اعملوا شير لأصدقائكم، وبليز اعملوا لايك، ونراكم في الحلقة. مرحبا في الحلقة 9 من الطريق إلى كندا. طبعا حتشوفوا اليوم أحد السيرفيسز أو الطرق اللي ممكن توصلوا فيها لكندا، وهذا مشروع جديد اللي اسمه Rural Northern Immigration Pilot. حكينا عنه قبل هيك، هذا مشروع انطلق هذا الصيف، يعني قبل عدة أشهر فقط، وبدأ التنفيذ فيه، أو رح يبدأ في الخريف. خلينا نشوف شو هو البايلوتس هذا. أول إشي هو عبارة عن again pilots project، هو طريقة تجريبية أو project تجريبي. بدهم يحاولوا إنه يجيبوا ناس على small communities في الأماكن الريفية، ويحاولوا إنهم يجدوا لهم شغل. هيك بيحاولوا إنهم يربطوا العمالة، لأنه ما في عمالة في الأماكن هاي، الناس ما بتعيش كتير في القرى والأماكن الصغيرة، ويربطوا الهجرة. طبعا البروسيس بده يكون مفروض سهل. الهدف منه انه يرفع الايكونومي في الاماكن اللي بيحتاجوا فيها ميجرانتس وجوبز. How you can apply. اول اشي لازم تاخذ ريكومنديشن من الكوميونتي هاي، يعني اول اشي بتتواصل معهم. وشغلة الثانية have qualifying working experience. طبعا الـ كيف بتحصل على الريكومنديشن، يمكن ما حكينا عنها لسه، اللي هي انت بتلاقي شغل، بتحاول انك تدخل على الشركات الموجوده في هاي الكوميونتي، بعدين بتلاقي بتحكي لهم عن حالك، تبعت لهم الريزومي، اذا اعطوك جوب اوفرز تاخذ ريكومنديشن من هاي الكوميونتي، وبتروح على الكواليفيكيشن للموضوع. طبعا عشان تكون كواليفاي لازم يكون عندك ديجري اقل شيء من بوست سكندري انستيتوت، يعني دبلوم اقل شيء. وحكينا انه لازم يكون عندك جوب اوفرز، لازم يكون عندك مينيمم لانجويج ريكويرمنت حنحكي عنها هلا، برضو الادوكيشن لازم يكون تقريبا دبلوم، وبروف يو هاف سم انف ماني، لازم يكون عندك مصاري زي ما حكينا لها مبلغ هلا ممكن نشوفه، ولازم تعيش في هذه المنطقه. هلا بعد ما تدخل شو بصير ما حد عارف. هذا اللانجوج لازم يكون، اذا انت بتقدم على شغل نوك صفر او نوك اي، حكينا عنهم في الفيديوهات السابقة، لازم يكون عندك 6 بالكنيديان لانجوج بنش تيست. في النوك بي اللي هو اذا بتتذكروه اللي هو نوك زيرو اللي هو مانجرز، هذه بروفيشنال، هاي الوظائف اللي زي الكارب الالكتريشن البلمر او السباك الطباخ، هاي بدهم 5، والوظائف السي يو دي بدهم 4 بس، يعني المفروض انه سهل جدا انك تحصل على هاي. بتعمل سبمشن للريزلتس تبعت التيست، لازم تكون خلال سنتين، وتدخل على هون حكينا عن الادوكيشن، أقل إشي لازم يكون عندك يا هاي سكول يا سكندري سكول. settlement fund prove you have enough money، هذا المبالغ قديش لازم تكون. طبعا حسب عدد أفراد العائلة، نحكي مثلا 4 الأفرج، لازم يكون معك 16,000 فند موجودين في الدولار الكندي، يعني حوالي 8,000 دينار أو حوالي 13,000 دولار أمريكي. بس والطريقة سهلة، بتقدم بعدين على الهجرة عن طريق وزارة الهجرة. خلينا نشوف الكوميونيتيز هاي وين أماكنها. هون عاملين لك ستيب باي ستيب كيف تدخل وشو تسوي، هذا PDF.
انا شفت وين هون job offers international students language requirement education فند. وين شفت انا قبل شوية يا شباب؟ كانت اوكي هيا هون find the communities. هون ال participating communities هدول المدن او القرى اللي مشاركة. هي مدن صغيرة: نورث باي في أنتاريو، سادبري في أنتاريو، تيمنز في أنتاريو، ساليوت سنت ماري أنتاريو. هذه يعني هاي فيها جامعة وهاي فيها جامعة، يعني مدن مش صغيرة. ثاندر باي فيها جامعة في أنتاريو، براندونز في مانيتوبا، ألتون ورينالاند في مانيتوبا، موس جو في ساسكاشوان، كلار شلوم في ألبرتا، وفيرنون في بي سي، ويست كوتينيا في بي سي. طبعا هاي المعلومات اللي ممكن تدخلها. الا اذا انت حابب تدخل مثلا، ندخل على نحكي هاي راندوم مانيتوبا اوكي، ونشوف هاي وين هي براندون مانيتوبا. هيها يا جماعة، لو نقرب مدينة شايفين صغيرة كتير، بس الحلو فيها انها مش بعيدة عن الحدود الامريكية، يعني اتس بعيدة عن وينيبيج كمان. خلينا نشوف الدستيني الديستنس ل وينيبيج اللي هي عاصمة مانيتوبا، 300 كيلو تقريبا، لا 226 كيلو، يعني مش بعيد. الساعة 3 ساعتين وثلاث ساعات، 2:40. خلينا نروح نشوف هالمدينة هاي، نشوف صورها مثلا. هذا شكله متحف أو إشي. هاي صور من المدينة. هذا التلج يعني، not bad شكلها. هاي الطيارة شكلها مشهورة غاد. anyway ممكن تعرفوا انتو كيف تجيبوا صور إلها. شوف التلج إذا البرد كتير في شكلها. كان فيها مطار عسكري أو شي زي هيك. Downtown Brampton. Okay. So هاي بشكل عام، فبتدخل انت على المدينة هاي وبتشوف شو فيها، يعني حتى organization او communities. او هون عن السيتي هاي بيحكوا لك شو فيها: city hall, communities. anyway هذه هي الطريقة تبعت الرولر نورثن اميجريشن بايلوت. موضوع اعتقد هذا اسهل اشي هلا ممكن توصل في كندا، اسهل برنامج ممكن تدخل فيه الى كندا. تقديم له سهل، الصعوبة فقط انك تلاقي شركة. كيف تلاقي شركة؟ نحكي هون مثلا سادبري، ها سادبري انتاريو، نكتب companies company اوكي. مثلا هاي glass and doors، هاي ايش هاي مثلا تبعت لورنشن يونيفرسيتي، موجودة في سادبري. فإذا حصلت على عقد عمل بلورنشن، في عندهم وول مارت، في عندهم كامبريدج كوليدج في سادبري. هي عندك صار في كوليدج وفي هذا مطعم. وول
بصير شو بيسووا، لورنشن، هايدرو ون، هدول تبع كهربا، ماكدونالدز، تي دي، تيم هورتون، كلها هاي في يعني شوبرز، هدول كلها شركات كبيرة، بس ممكن تلاقي برضو فيهم ليونز، جاينت تايجر، كنديان بلاد سيرفيس، كامبريدج كوليدج، ساينس نورث. هاي كلها الأماكن اللي ممكن تلاقي فيها. عشان هيك بحكي لكم إنه ممكن تلاقوا، بدكم تعملوا شوية بحث، بس هو الصعب فيها إنك تعمل رزومي بالطريقة الكندية. رزومي بالطريقة الكندية مهم جدا إنك تعرفه، إنه ما في مثلا صورة رزومي كنديان واي. لما بتبعت الرزومي ما تحط فيه صورة، شوف التمبلتس هاو كرييت كنديان ستايل رزوميز، سهلة. ادخل على واحد من هدول المواقع بقول لك شو اللي بيختلف عن الرزوميز اللي بتسويها عادي. تقدر تحط السوشيال ميديا والامور هاي. فانيوي هذا مثال انك كيف تسوي الرزومي على الطريقة الكندية. هذا مثال، شايفين فيش في صور، فيش في امور ثانية. وبتكتب فيه انت مثلا في الرزومي انك بدك تعمل employment في كندا، وبعدين بس يتواصلوا معك بتحكي السبب انك عشان الهجرة وانك تقيم انت وعائلتك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، اعملوا سبسكرايب للقناة ان شاء الله، ونشوفكم في حلقات اخرى. اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع اصحابك.